السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في موديلات جداد. اول حاجه بعدا نتمنى لكم عواش مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر هذا بالصحه والهنا وجميع المتمنيات يا سيدي ربي. ما تنساوش البنات اللي جام، نتمنى هذا الفيديو يكون فيه عدد كبير من اللي جام. بالنسبه للتوصيل داخل المغرب في الامانه او مع شركه خاصه تدير التوصيل، خارج المغرب ريكوموندي، يعني جميع الدول جميع المدن توصلكم لا كوموند ديالكم. اللي بغات شي كوموند غادي تدخل عندي في الرقم اللي تيبان لكم في الواتساب. بالنسبه اللي بغيتو تشاركوا في المسابقه، ما عليكم الا تخليو تعليق زوين وتكونوا مشتركين في القناه جيم الفيديو. ان شاء الله قريبا غيكون السحب. غادي نبدا لكم بلي براسلي اكس بي مع الخاتم، المهم غير انا غير تنمغي مع خاتم. غنوريكم لي موديل اللي كاينين. وبالنسبه للثمن هادو 180 درهم كلهم نفس الثمن. المهم ها نتوما كاين هذا الموديل هذا والخاتم من الماركه اكس بي، كاين ديال الاكس كاين هذا لي سامبل والخاتم سامبل، كاين تاني هذا الشكل هذا. كاين هذا ديال القلب وخاتم مريتو مع خاتم في توا جوج قليبات، وكاين هذا مخرب مع هاد الخاتم هذا اللي فيه هاد البولات، وكاين هذا اللي على شكل البنانه مع خاتم بنانه رقيق. بالنسبه لي موديل ديال دو بياس ديال اكس بي كاين هادو، المهم هاد الستيل هذا، كاين هذا تاني، هادو ديال كل نهار يعني ديروهم. كاين هذا ديال التاج وكاين هذا الموديل، هادو كلهم نفس الثمن 120 درهم. كاين هذا بالنسبه للبراسلي ديال الفيس مع براسلي كلو، اما اللي بغيتو كلو سامبل ولا كلو بالحجر، وكذلك الفيس يعني فيه بالحجر وفيه سامبل. هادو راه ديجا وريتهم لكم شحال من مره في الفيديو اللي قبل. واللي بغاتها الخاتم راه كاين. بالنسبه للشان ديال لاسي ديال الواحد وفيهم دوك الخريشات، كاين هاد لي موديل هادو، هادو تيجيو زوينين. هادو الثمن ديالهم 100 درهم. والبنات اللي سولوني على هاد الطقم هذا راه حاليا متوفر، هذا مخرم ديال المناسبات والثمن ديالو 250 درهم. العشاق الطقم ديال الجاكوار، كاين هاد الطقم هذا فيه لاشين تجي نازله والحلقه حتى هما تيجيو نازلين فيهم بحال ديبول، والخاتم والكورميط. هذا البنات الثمن ديالهم 300 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات غادي تدخل عندي في الرقم اللي تيبان لكم، هذاك رقم خاص فقط الواتساب، يعني حطوا لي ميساج في الواتساب، ديروا السكرين ولا دخلوا عندي ونحط لكم لي موديل. بالنسبه للسيدات اللي تيسولوا على هاد السرتله هادي، البنات راه ديجا هذا فاش حطيتها في لا فيديو راه قلت لكم انه كاين فيها قياس واحد هو القياس الكبير، يعني هذه القياس فيها 7 سنتيم في القطر. القطر تتحطوا الدبليج ديالكم، هادو ثلاثه الدبالج تحطوا الدبليج وتتعبروا القطر ديالو الوسط، هذه فيها 7 سنتيم، يعني اللي عندهم يديهم عامرين ما فيهاش المقاسات، فيها قياس واحد. هادشي اللي كاين البنات في هاد لا فيديو ديال اليوم، تنتمنى لا فيديو تعجبكم. وما تنساوش البنات اللي جام، شكرا لكم على الدعم ديالكم على الكلمه الطيبه، وغادي نخليكم في امان الله.